معكم. المباراة هتمشي ازاي؟ الأهلي والترجي بيبقى لهم كده طريقة معينة، يعني فمش عارفة بقى، يعني ما بتتحسبش بالفرق الخبرات ولا بفرق الأرقام. بصوا، طبيعي لأنه الأهلي فريق كبير والترجي نفس القصة فريق كبير، بعيدا بقى عن الأسماء اللي موجودة مين، طول الوقت في خبرات موجودة في الفريقين، الاتنين أبطال. الترجي خد البطولة من الأهلي مرتين، الأهلي كسب البطولة على حساب الترجي كذا مرة، فبالتالي إنه يعني نفس القوة. الترجي بيجي له فترات بيقع ولكن بيقوم بسرعة، ودي سمات الفرق الكبيرة، إنه لما بيقع سيزون أو اتنين بتلاقيه رجع تاني. يعني شفنا الترجي السيزون اللي فات كان ما كانش موجود أصلا لا محليا ولا حتى أفريقيا، بنشوف السنة دي بيوصل لنهائي دوري الأبطال في مفاجأة كبيرة ما كانش حد متوقع. حتى لما القرعه اتعملت والترجي قصاد سان داونز وكل الدنيا كانت مرشحه سان داونز للوصول للنهائي، يعني حتى ان جمهور الاهلي ذات نفسه كان بيفكر ان احنا نلعب سان داونز ازاي مش الترجي، ولكن الترجي قدر يعمل مفاجاه كبيره ويعدي سان داونز ويكسب ذهابا وايابا بنتيجه 1-0. فده يديك انطباع انه لا، فرقه كبيره عنده لعيبه كويسه جدا، خبرات، دعم صفوفه بلاعبين كويسين جدا. لو شفت الاهلي كسب الترجي السنه اللي فاتت 3-0 في فرادس، ورجع في القاهرة كسب 1-0 بهدف حسين الشحات، ولكن التشكيلة بتاعت الترجي تختلف، يعني 70% من التشكيلة تختلف عن الموسم اللي فات. عندهم مدرب برتغالي جالهم في يناير، مدرب ممتاز جدا ميجيل كاردوزو، فبالتالي لا، حزبة الأهلي والترجي عامة بتتحسب في 90 دقيقة قبل الماتش وبعد الماتش، ده كله في النهاية توقعات وتحليلات ولكن في النهاية هي الكورة بتفرق في 90 دقيقة، جاهزية اللعيبة إيه؟ هل مركزة ولا مش مركزة؟ لأنه الفرقتين عندهم خبرات، الفرقتين كسبوا دوري الأبطال، وصلوا كتير جدا للنهائيات، عندهم خبرات كبيرة جدا، المديرين الفنيين سواء هنا أو هنا عندهم خبرات كبيرة. مدرب الترجي ما لعبش قبل كده يعني ما دربش في أفريقيا، دي أول تجربة ليه، ولكن كولر كان نفس القصة، كانت أول تجربة ليه مع النادي الأهلي وقدر إن هو يحقق نجاحات. فبالتالي من الماتشات النادرة إنك تقدر تقولي كفة مين الأرجح، مين الملعب هو اللي بيفرق، زي ما شفنا السنة النهائي الأهلي والترجي والوداد كنا بنقول نفس القصة برضو، الترجي عنده الوداد عنده خبرات وعنده لعيبة وعنده ما تقدرش تحكم إلا في 90 دقيقة. طيب هل مواجهة الترجي بالنسبة للأهلي هي أفضل من مواجهة الأهلي صن داونز؟ بص، مش أفضل، يعني السنة دي لا، كانت مواجهة صن داونز كانت أفضل، لأنه السنة دي صن داونز مرهق جدا. الدوري الأفريقي اللي اتعمل يعني أرهق صن داونز بشكل كبير جدا، كاس امم افريقيا، لانه انت بتتكلم في 80% من تشكيله جنوب افريقيا من فرقه صن داونز، فبالتالي انه عندهم ارهاق بدني وذهني كبير جدا. يعني انت اول مره تشوف صن داونز بالمستوى المتواضع ده في دوري الابطال، فبالتالي انه الناس بس عندها خلفيه انه صن داونز كعبه عالي على النادي الاهلي، فبالتالي في تخوف من مواجهه صن داونز. ولكن السيزون ده كانت اسهل مواجهه للنادي الاهلي ان هو يقابل صن داونز، كانت فرصه للاهلي، الفرصه كويسه، لان هم يعني بدنيا واقعين جدا، ذهنيا مش مركزين، وده شفناه حتى في ماتشين بتوع الترجي انه يخسر من الترجي ذهاب واياب. فبالتالي تقدر تقول انه صن داونز لا، هو فعلا لعيبه مرهقه، يعني انهم لعبوا عدد كبير من الماتشات سواء في دوري الابطال او في الدوري الجنوب افريقي او في كاس الامم الافريقيه يعني. ولكن في المقابل الترجي نقدر نقول ان نص الفريق بتاع الترجي جديد، فبالتالي ده برضه بيفرق مع الفريق. شفنا كان ظهر بشكل كويس جدا في الدوري الافريقي الترجي، وناس كتيره كانت مرشحاه، وقبل بدايه الدوري الناس كلها ما كانتش عامله حساب الترجي لانه ليه موسمين مش موجود يعني في افريقيا يعني، لكن عمل ماتشات كويسه جدا في الدوري الافريقي، بنوا عليه في دوري الابطال، بقى ماشي كويس جدا بدوري الابطال ويوصل للمباراه النهائيه. فبالتالي المباراه صعبه جدا، الترجي عنده تيم تقيل جدا هجوميا ودفاعيا، وعنده حارس مرمى قوي جدا امين الله مميش، فبالتالي متماسك في كل الخطوط، يكفي انت بتتكلم في 8 ماتشات الترجي يعني لم تهتز شباكه، فبالتالي ده يديك مؤشر برضو ان عنده صلابه دفاعيه قويه جدا، وعنده قدره تهديفيه هجوميه، لان عنده 2 برازيليين، يان ساسي ورودريجو، 2 برازيليين جابوهم في السنه اللي فاتت، فبالتالي انه عاملين شغله كويس جدا مع الترجي يعني.